أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع الثالث عشر من مادة التربية الإسلامية. ها نحن قد قاربنا على ختام هذا الفصل الدراسي. أتمنى أن تكون موضوعات هذا الكتاب قد أعطتكم الكثير من القيم التي يمكن أن تطبقوها في حياتكم وتكتسبوها أثناء تعاملكم مع الجميع. قبل أن نبدأ، لابد من تعريف الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. إذن أهداف هذا الأسبوع: التعريف بمحتويات الأسبوع الثالث عشر وتحديد أبرز الخطوط العريضة في هذه الموضوعات. الموضوع الأول الذي سنقوم بالحديث عنه هو شخصية من الشخصيات المعروفة، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تربى في بيته، وهو أول من أسلم من الصبيان. هل هذه المعلومات كافية لأن تعرفوا شخصية هذا الرجل؟ سأذكر أيضا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدعو له، وزوجه بابنته فاطمة الزهراء. هل أصبحت أكثر وضوحا؟ وسأذكر أيضا، وهو أحد كتاب الوحي، وقد تولى الخلافة بعد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. بالتأكيد لقد عرفتموه. وإذا ذكرت أن كتاب الوحي هم الصحابة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة القرآن الكريم عند نزوله، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، ستذكر من هؤلاء الذين ذكرتهم علي بن أبي طالب، فهو من تزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنه. إذن سنتعرف على شخصية من الشخصيات الفذة والتي كان لها دور عظيم في نشر الإسلام، وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وسنعرف لماذا كان لقبه كرم الله وجهه وكان مختلفا عن رضي الله عنه كما نقول لبقية الصحابة. الموضوع الثاني الذي سنقوم بالحديث عنه ستتعرف عليه من خلال هذه القصة الجميلة القصيرة. خرجت أسرة أبو سليم في نزهة إلى غابات عجلون، وعند وصولهم للمكان وقف سليم وسعاد موضع جلوسهم تحت شجرة كبيرة، ومارسوا ألعابا رياضية، ثم تناولوا طعام الغداء وتجاذبوا أطراف الحديث. وعند استعدادهم لمغادرة المكان، قالت أم سليم: هيا يا أبنائي لننظف المكان. قالت سعاد: فلنتركه مثل ما وجدناه يا أمي. ردت الأم: ليس جيدا يا ابنتي أن نترك النفايات، لأن هناك من سيأتي للتنزه بعدا. قال أبو سليم: يا بنيتي، إن المحافظة على الممتلكات العامة واجبة، لأنها ملك للجميع. ماذا عمل سليم وسعاد عند الوصول إلى مكان الرحلة؟ لقد نظفوا موضع جلوسهم تحت شجرة كبيرة، ومارسوا ألعابا رياضية، وتناولوا طعام الغداء، وتجاذبوا أطراف الحديث. ما رأيك في تصرف أم سليم قبل مغادرة المكان؟ إنه تصرف رائع ينم عن مسؤولية عظيمة تجاه ديننا الإسلامي الذي حثنا على النظافة، فقال: النظافة من الإيمان، وحثنا على المحافظة على ما حولنا من مرافق وأدوات حتى وإن لم تكن ملكنا. هل أوافق سعاد على رأيها؟ أبرر إجابتك. هل عندما قالت سعاد: نتركه مثل ما وجدناه يا أمي، هل أنت معها؟ لا، فالإنسان دائما يعكس خلقه وتصرفه ولا يعكس ما يقوم به الآخرين. ماذا قصد أبو سليم بالممتلكات العامة؟ إنها ملك للجميع، ويحق للجميع أن يتصرف بها، ولكن علينا أن نحافظ عليها حتى يستطيع أكبر قدر من الناس الانتفاع بها.
إذن هذه هي الموضوعات التي سنتناولها خلال الأسبوع 13: المحافظة على الممتلكات العامة، وشخصية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وتستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأنشطة والتقييمات التي تساعدك في الدراسة. أراكم في دروس قادمة، وأشكر استماعكم، ودمتم بخير.